وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1966. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر وإسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة في مجموعة، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة. القانون جاء في وقت محوري للدولة المصرية، قانون غاية في الأهمية، نشكر الحكومة عليه خاصة في التداعيات اللي بتحصل حوالينا في العالم كله. والقانون يمكن إصداره في 1966 وأفرز الواقع العملي إن المواد اللي موجودة فيه العقابية لم تحقق الردع العام. بشكر الحكومة على تقديم هذه التعديلات لوقف البناء على الأراضي الزراعية. موضوع البناء على الأراضي الزراعية بيعتبر من أخطر القضايا اللي بتهدد الأمن القومي الغذائي، والدولة كانت حريصة وقامت بالكثير من الإجراءات، ولكن العقوبة في القانون الحالي كانت غير كافية لإيقاف البناء على الأرض الزراعية، وبالتالي استلزم الأمر يعني تدخل تشريعي لتغليظ العقوبة. كما تمت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة مع الحكومة الإسبانية، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين الحكومة وأحد البنوك الكورية الجنوبية. وكان المجلس قد أحال خلال الجلسة 8 تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بدون مناقشة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وتم رفع جلسة مجلس النواب إلى غد لاستكمال مهامه النيابية والتشريعية.